ضيوفنا مش مصدقين ان احنا فورماتنا ما فيهاش انترو، فهم واخدين على ان مدينه الانتاج الناس بتعمل انترو بالساعه، فالماتش لسه خلصان واوريدي احنا بنجمع حاجات عشان المباراه، وحبش كلانات كتيره جدا النهارده رايحه جايه وقصص كبيره جدا. فانا دايما باخد 5 6 10 دقايق في وجودهم قبل ما اعرفهم، فانا اهيب بهم على الهواء مباشره انهم يصدقوا ان انا مش من هواه ان انا اعمل انترو او احكي وحدي، انا بتونس بالضيوف بتوعي. وليتحول الان الاستوديو الى شعار النادي الاهلي صاحب الانتصار الكبير، وبعده شعار الزمالك الذي تعادل مع بيراميدز. ولكن قبل ما نروح لتحليل المباراتين وناخد مباراه مباراه لانهم هم الحدث النهارده، خليني استاذنهم قبل ما اعرفهم بس في حاجه مهمه جدا. النهارده بعد صلاه الجمعه قلنا يمكن ربنا يكرم والناس ربنا يهديها، يعني في حاجات لا تقبل النقاش. النهارده مروان حمدي طلع سب كل امهات الاهلاويه، ملايين من الامهات، لا اهلاوي ولا زملكاوي ولا واحد عاقل ولا محترم يرضى بده. دونجا شاور بالجزمه لجمهور النادي الاهلي، دعك من كريم حافظ على فكره، حتى دعك من الشيبي له وعليه، لكن الاثنين دول بالذات ما ينفعش ابدا. كنت النهارده تشوفهم في المباراه، انا همشي بالنظام معاك يا استاذ محمد بس عبد دي الاول لسه. دي هذه اللائحه، لائحه رابطه الانديه في اخر يوم في الدوري، انا احرقها على الهواء. يعني لولا ان لسه في كم مباراه انا كنت مسكتها كده وحرقتها على الهواء. وعجب لكم هنا انجر كده وعستلف نص لتر بنزين واحرق هذه اللائحه، لانها لا تليق لا بالحاضر ولا بالمستقبل بتاع الكره المصريه. وانا مش بقول كده بهاجم رابطه الانديه، بقول كده عشان اهيب برابطه الانديه انها تستدعي لنا لائحه على مقدار الحدث، لان التجاوزات زادت وقله الادب تمكنت وقضت على الروح الرياضيه. ولازم نحط يا جماعة في اللائحة الجديدة اللي احنا شايفينه، اللوائح مش قرآن، احنا بنوضعها كان نضبط الدنيا، لا مساس في الوجود إلا بالقرآن ومن بعده السنة، ده كله احنا بنعمله عشان نضبط حياتنا. فيش حاجة اسمها اللي مش برا بطل الكلام ده، اللي ما جابهوش شريط المباراة مالناش دعوة بيه. ما يا فندم ما فيش كده في العالم. لائحة طبعا معمولة، وأنا هنا عايز أستدعي كلام عامر حسين رئيس لجنة المشرف على المسابقات، والسيد أحمد دياب رئيس الرابطة في القرعة، لما سألتهم على اللائحة وكان ده سبق ليا، قال لك بعتناها لل 18 نادي لم يرد علينا إلا النادي الأهلي. بالمناسبة خد مني الانفراد ده، الأهلي يخاطب رابطة الأندية خلال الفترة القادمة ومع نهاية الموسم لوضع لائحة للدوري المصري تليق بقوة المنافسة. فيش حاجة اسمها اللي بره الملعب يروح مش عارف فين، لجنة المسابقات أو من يدير ده اللي هو المنتج بتاع الدوري المصري ده ما يسيب لناش هفوة. عيب نبقى في سنة 24 وجهاز فني بالكامل يقعد يعترض على حكم طول الماتش وياخد 25,000 جنيه، وللاسف دي اقصى عقوبه في اللائحه، اللي بعديها 50,000، لا خيره في دي ولا خيره في دي. عيب، ده الخروف اللي احنا جبناه ب 25,000 جنيه. الدنيا اتغيرت، 25,000 ايه؟ اعترض على حكم وانا عارف ان انا هتغرم 50,000 و25,000؟ اسب كل الامهات وانزل النهارده اجيب ركله جزاء يتعادل بها فريقي بعد ما كان موقوس، انا اسف مهزوم من الزمالك. والنهارده الشيبي نازل يشجع، ايه اللي احنا فيه ده؟ ايه المشهد العبثي ده؟ وايه دخل اخواننا الزملكاويه بالموضوع؟
واقحموا نفسهم في الموضوع ليه؟ وامبارح يهاجموني، والنهارده سب من بعد صلاه الجمعه، لا مراعاه للدين ولا اليوم. على فكره دقيق جدا، بعض الزملكاويه، زملكاويه عظماء وجمهور عظيم وناس عبر التاريخ، هي التي علمت الدنيا الاداره. الكابتن صالح سليم اللي قال كده مش انا، تعلمتها من حلمي زموره. الاداره هي عقب الزمن اللي احنا فيه ده. مالك انت؟ وامبارح يقول لك ايه؟ احنا مالناش دعوه. والنهارده بيستقبلوا الشيب استقبال الفاتحين. ومن هنا قبل ما اعرف ضيوفي ابدا، يعني بص حضرتك، هات لي والنبي فيديو جمهور الاخ الشيبي، مش هقول جمهور الزمالك، جمهور الاخ الشيبي، لان اللي يهتف كده ويدخلوا لك الدنيا ببعض، يفكروك بحكى المصائب. اللي يقعد يجيب لك اللي لما اتضرب واتسبل له بالدين لو خد حقه مش. وامبارح طالع امير عزم مجاهد على قناه المتحده يقول لو الشيبي اتعمل فيا اللي اتعمل فيه انا ما كنتش طلعت حسين الشحات من الملعب، على المتحده. قبل ما اعرض الفيديو عشان اخد راي ضيوفي فيه ومنه ابدا اوريك انت بتدخل طرف ليه. واحد بينه وبين جمهور الاهلي مشاكل، وكان قبل كده بينه وبين جمهور فرقتين في المغرب، القنيطره والجيش الملكي مشاكل. واحد عنده عدم اتزان نفسي، خبراء الكوره قال لك محتاج يتعرض لدكتور نفساني زي سوارز ما كان بيعض اللعيبه. وده هذا لا يعيبه، انا كنت بتعالج عند دكتور نفساني في فتره من الفترات. انت بتدخل طرف ليه؟ ليه بتولد وتعمق الكراهيه؟ اعوذ بالله، نهى الدين والاسلام عن الكراهيه. يا جماعه دي كوره في الاخر. راجل يا شيبي، راجل يا شيبي، ايه راجل يا شيبي يعني؟ وبتكيد مين؟ ما انت عظيم، انت لا تعرف قيمه الزمالك. الزمالك ده عظيم، تنزل للمستوى ده ازاي؟ سمعني يا بيه. جبتها لك كم مرة على كم محدش يقول لك أنا هنا أدعو للانضباط. أنت عايز توصل رسالة إيه؟ وظهور الشيبي في الملعب بعد إذنك يا أستاذ محمد، جاي النهاردة تحتفل بمجمل إنجازاتك في الخروج عن الروح الرياضية؟ يعني النهاردة الشيبي جاي يحتفل بمجمل إنجازاته؟ ما أنت واخد 3 مباريات من المفترض لا تتواجد. جاي النهاردة تتكرم، يعني بيكرموك على مجمل أعمالك؟ احنا كنا هنا متعاطفين جدا مع محمد الشيبي، ولما راح للقضاء المصري قلنا ياخد حقه. خلاص انت خسرت قضيتك، فاتعاطف معاك ليه؟ ما انت رحت المحكمه وخسرت قضيتك، وما زالت القضيه ليها اجزاء تانية. ويطلع حد يقول لك ما كنتش طلعت حسين الشحات من الملعب سليم؟ ايه يا جماعه اللي احنا فيه؟ ايه العبث ده؟ ده كلام يتقال على السوشيال ميديا مش في القنوات. نزل لك الشيبي الاول اهو، وبعد كده لو كمان ايه اوريك السيد ممدوح عيد اللي حشد لمباراه الاهلي الاولى والثانيه ملايين عشان يجيب جماهير بفلوس وبوجبات. شوف النهارده عدد جمهور بيراميدز كام. هات لي اللقطه كده عشان اروح لضيوفي يا استاذ محمد لو سمحت، لاني تعمدت ابدا معاكم بالفيديوهات المهمه دي، لان هي دي فصل الخطاب.
سيبك من الشيبي خلاص واللقطه دي، هات لي جمهور بيراميدز في المدرجات يا فندم على الشاشه الكبيره وزوم لي عليها، على الشاشه الكبيره وزوم لي عليها يا فندم. بص 500 واحد يوم الاهلي كان المدرج ده مليان والراس بك زي ما كانوا بيقولوا، لان ما اقدرش اقول حاجه بلا دليل، زي ما الشهود العيان طلعوا قالوا النهارده الزمالك حبايب. طب الرسائل دي لصالح مين؟ اهم قدامك فين الحشد بقى ما انت بتنافس على الدوري؟ انت النهارده تتعادل او تتغلب بتبعد خطوه. النهارده فوز الاهلي على المصري بيديك تعظيم سلام، الاهلي هذا الدوري اذا وفق وحصل عليه سيكون اقوى دوري حصل عليه خلال 10 سنين اللي فاتوا. لان مؤجلات الاهلي انه يحقق 15 فوز النهارده متتالي، النهارده 16 15 متتالي قبل المصري، وبالمصري 16 وجاي من التوقف عنده 5-6 مباريات يعمل منهم علامه كامله من غير تعادل، يبقى خد الدوري من فم الاسد. اتفضل ممدوح عيد النهارده في يوم ترفيهي لا عمل معركه مع الزمالك ولا حشد جماهير ضد الزمالك، الراجل جاي النهارده يوزع قرطه. طب ما عملتش كده ماتشين الاهلي ليه؟ ولعت الدنيا بره الملعب ليه؟ النهارده كل وكالات انباء العالم واخده مكالمه ابراهيم عساس ابو عبد الله معايا امبارح، اللي كانت مش عايز اقول لك مفاجاه ردود افعالها، حتى بعض القنوات العربيه خدت منها نص لما قال كنت اتمنى ان بيراميدز يتجه الى اسوان الاسكندريه ليجد جماهير القاهره اهلي وزمالك، قال لك انا عايش في مصر وبحبها وليا استثمارات واحنا سعوديين واماراتيين بنيجي نستثمر عشقا في مصر، لكن اداره بيراميدز المصريه افسدت هذا الاستثمار. وقال انا بناشد اصدقاء الاماراتيين ياخدوا نادي شعبي لو راهوا المحلة الترسانة للاتحاد الاولمبي اسوان سوهاج المنيا قس الاندية الشعبية كتيرة، قال لك كانوا عيبوا في حتة تانية خالص. لكن انا عايزك بس النهاردة شوف البداية، عملت لك مقارنة بسيطة، اين الاحتقان في مباراة بيراميدز والزمالك؟ مفيش، وده اللي احنا عايزينه. اللي حصل قبل مباراتين الاهلي فصل وقيس يا راجل. ده السيد ممدوح عيد النهارده افتكر انه نسي يشتكي خالد مرتجي، تخيل كده صحي من النوم افتكر انه نسي يشتكي خالد مرتجي.